في سبج زولا فقط رئيس يعذب الأحياء ويطارد الأموات في قبورهم. الكارثة البيئية الحقيقية لكي تعيشها جماعة سبج زولا بسبب تواجد بركة المياه العادمة كتخفي وراءها كارثة أعمق وكتسيء لكرامة وحرمة الأموات. مقبرة الحنيشات بسبج زولا كما كيتلاحظ بان هذه المقبره اللي كتعاني من التهميش ومجموعه ديال الامور بما فيها بانه غمرها المياه العادمه غمرتها وبالتالي وصلت القبوره. مقبره الحنيشات وهذه كتعتبر من المهملات ديال المجلس البلدي. امتداد مياه الواد الحار بسبج زولا الى داخل مقبره مجاوره كيبرز أن حرمة الأموات والأحياء هي آخر ما يمكن يفكر فيه المجلس البلدي لسبج زولا. هذا الماء ديال الواد الحار سد عليه من اللي من الجهة الأخرى وعطيه جا عندنا هنا وها ودخل دابا الروضة وسد الطريق على الساكنة ديال الحنيشات. الطريق هي مسدوده عين ما كاينش من يدوزو الدراري ولاد المدرسه ما كاينش من يدوز باش ينفسوا على المنطقه اللي فيها المياه العذبه. فتحوا واحد الممر باش يدخل وبالتالي دخل هذاك المياه العذبه وغمرات هذه المقبره هذه. وحنا راه درنا احتجاجات وتحاورنا معاهم و40 عام وما وحنا عايشين في هذه الحاله. مدفونين فيها مجموعه ديال الشهداء والمقاومين والناس ديال المنطقه والمفكرين. يعني كتأسف صراحة لهاد الحالة المزرية اللي وصلت لهاد المقبرة. اللي ما تا الموتى ما قاوش معاهم سلاكة، وهاد الموتى من المقاومين اللي جروا على الاستعمار. فيها واحد المطرح ديال النفايات، وهادشي راه صراحة لأنه تالدين ديالنا حنا كنشوفوا حنا الوحيدين اللي ما فهمتش أنا هاد النقطة اللي بغيت نتدخل فيها بعلا، وعلاش المسلمين واش ما كيهتموش المقابر ديالهم؟ إلا كانوا الأحياء في سبج زولا تعودوا تأقلموا مع البركة الآسنة بمدخل الجماعة. فما كنعتقدوش انه كاين شي منتخب ولا رئيس جماعه كيحترم الانسانيه والمسؤوليه ديالو في انه تغطى عدد من القبور بمياه الواد الحار الاسنه. في سبج زولا فقط رئيس يعذب الاحياء ويطارد الاموات داخل قبورهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.